وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. زادت شهرزاد في حكايتها للملك شهريار سيد الأخيار، وتفننت في نقلها لروائع الأخبار، وشهريار يزداد بذلك اهتماما بها في ليله وحتى في النهار، وهي تسحره بنبرات صوتها الشبيهة باللحن الذي يعزف على الأوتار. ما كنت أظن يا شهرزاد أن عندك كل هذه الأخبار من عظيم الروايات والأسرار. وأين هذا يا مولاي مما هو عندي من عجائب وغرائب الأولين وما يتخلله من طرائف وأشعار الأقدمين؟ صفق أنني خرجت أنا والحارث بن لبيب الصفار، وكان الحارث تلميذ المزني وكان صوته حسنا، فقرأ يوما قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون. فماذا رأيت؟ رأيت الإمام الشافعي تغير لونه واقشعر جلده واضطرب اضطرابا شديدا وخر مغشيا عليه، فلما أفاق قال: أعوذ بالله من مقام الكذابين، اللهم لك خشعت، اللهم لك خشعت قلوب العارفين، اللهم هب لي غفران ذنوبي من جودك، وجمني بسترك، واعفو عن تقصيري بكرم وجهك يا أرحم الراحمين. وقال بعض الثقات: لما دخلت بغداد كان الشافعي بها، فجلست على الشاطئ لأتوضأ للصلاة، إذ مر بي إنسان فقال لي: يا غلام أحسن وضوءك يحسن الله إليك في الدنيا وفي الآخرة. فالتفت وإذا برجل يتبعه جماعة، فأسرعت في وضوئي وجعلت أقفو أثره، فالتفت إلي وقال: هل لك من حاجة؟ تعلمني مما علمك الله تعالى. اعلم أن من صدق الله نجا، ومن أشفق على دينه سلم، ومن زهد في الدنيا قرت عيناه غدا. أفلا أزيدك؟ بلى. كن في الدنيا زاهدا وفي الآخرة راغبا، واصدق في جميع أمورك تنجو مع الناجين. ثم مضى، فسألت عنه فقيل لي: هذا الإمام الشافعي. وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: وددت أن الناس ينتفعون بهذا العلم على أن لا ينسب إلينا منه شيء. بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير دندان قال لضوء المكان: قالت العجوز لوالدك يا سيدي ضوء المكان: كان الإمام الشافعي يقول: ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يوفقه الله تعالى للحق ويعينه على إظهاره، وما ناظرت أحدا قط إلا لأجل إظهار الحق، وما أبالي أن يبين الله الحق على لساني أو على لسانه. وقيل لأبي حنيفة: إن أمير المؤمنين أبا جعفر المنصور قد جعلك قاضيا ورسم لك 10,000 درهم، فما رضي. فلما كان اليوم الذي توقع أن يؤتى إليه فيه بالمال، صلى الصبح ثم تغشى بثوبه فلم يتكلم، ثم جاء رسول أمير المؤمنين بالمال، فلما دخل عليه وخاطبه لم يكلمه، فقال له رسول الخليفة: إن هذا المال حلال. أعلم أنه حلال لي، لكني هذا أكره أن يقع في قلبي مودة الجبابرة. لو دخلت إليهم وتحفظت في ودهم. هل آمن أن ألج يا بني البحر
ولا تبتل ثيابي. ومن كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه: ألا يا نفسي إن ترضي بقولي فأنت عزيزة أبدا غنية، دعي عنك المطامع والأماني، فكم أمنية جلبت منية. ومن كلام سفيان الثوري فيما أوصى به علي بن الحسين: عليك بالصدق، وإياك والكذب والخيانة والرياء والعشب، فإن العمل الصالح يحيطه الله بخصلة من هذه الخصال، ولا تأخذ دينك إلا عمن هو مشفق على دينه، وليكن جليسك من يزهدك في الدنيا، وأكثر ذكر الموت، وأكثر الاستغفار، واسأل الله السلامة فيما بقي من عمرك، وانصح كل مؤمن إذا سألك عن أمر دينه، وإياك أن تخون مؤمنا، فإن من خان مؤمنا فقد خان الله ورسوله، وإياك والجدال والخصام، ودع ما يجيبك إلى أنهى عن المنكر، تكن حبيب الله، وأحسن سريرتك يحسن الله على نيتك، واقبل المعذرة ممن اعتذر إليك، ولا تبغض أحدا من المسلمين، وصل من قطعك، واعفو عمن ظلمك، تكن رفيق الأنبياء، وليكن أمرك مفوضا إلى الله في السر والعلانية، واخشى الله. ثم إن العجوز يا ولدي جلست إلى جانب الجواري، فلما سمع والدك المرحوم كلامهن علم أنهن أفضل زمانهن، ورأى حسنهن وجمالهن وزيادة أدبهن، فآواهن إليه، وأقبل على العجوز فأكرمها، وأخلى لها هي وجواريها القصر الذي كانت فيه الملكة أبريزة بنت ملك الروم، ونقل إليهن ما يحتجن إليه من الخيرات، فأقامت عنده 10 أيام، وكلما دخل عليها وجدها معتكفة على صلاتها وقيامها في ليلها وصيامها في نهارها، فوقع في قلبه محبتها، وقال لي: يا وزير، إن هذه المرأة من الصالحات، وقد عظمت في قلبي مهابتها. فلما كان اليوم 11 اجتمع بها من جهة دفع ثمن الجواري إليها: أيها الملك، اعلم أن ثمن هذه الجواري فوق ما يتعامل الناس به، فإني ما أطلب فيهن ذهبا ولا فضة ولا جواهر، قليلا كان ذلك أو كثيرا. أيتها السيدة، وما ثمنهن؟ ما أبيعهن لك إلا بصيام شهر كامل، تصوم نهاره وتقوم ليله لوجه الله تعالى، فإن فعلت ذلك فهن ملك لك في قصرك، تفعل بهن ما شئت. نفعنا الله بهذه المرأة الصالحة، وأنا أعينك بدعوات أدعو بهن لك، فأتني بكوز ماء. فأخذت الكوز وقرأت عليه وهمهمت، وقعدت ساعة تتكلم بكلام لا نفهمه ولا نعرف منه شيئا، ثم غطته بخرقة وختمته
وناولته لوالدك. إذا صمت العشرة الأولى فأفطر في الليلة الحادية عشر على ما في هذا الكوز، فإنه ينزع حب الدنيا من قلبك ويملأه نورا وإيمانا. أما أنا يا مولاي فأخرج غدا إلى إخواني وهم رجال الغيب، فإني قد اشتقت إليهم، ثم أجئ إليك إذا مضت العشرة الأولى. فأخذ والدك الكوز ثم نهض وأفرد له خلوة في القصر ووضع الكوز فيها وأخذ مفتاح الخلوة في جيبه. فلما كان النهار صام السلطان وخرجت العجوز إلى حال سبيلها. فلما كان النهار يا ولدي ضوء المكان صام السلطان وخرجت العجوز إلى حال سبيلها، وأتم الملك صوم العشرة أيام، وفي اليوم الحادي عشر فتح الكوز وشربه فوجد له في فؤاده فعلا جميلة. وفي العشرة أيام الثانية من الشهر جاءت العجوز ومعها حلاوة في ورق أخضر يشبه ورق الشجر، فدخلت على والدك وسلمت عليه، فلما رآها قام لها: مرحبا بالسيدة الصالحة. أيها الملك، إن رجال الغيب يسلمون عليك لأني أخبرتهم عنك ففرحوا بك وأرسلوا معي هذه الحلاوة، وهي من حلاوة الآخرة، فأفطر عليها في آخر النهار. الحمد لله الذي جعل لي إخوانا من رجال الغيب، أما أنت فقد أمرنا بالزيادة في إكرامك أيتها السيدة الصالحة. أيها الملك، اعلم أني أخبرت رجال الغيب بما بيني وبينك من المحبة، وأعلمتهم بأني تركت الجواري عندك، ففرحوا حيث كانت الجواري عند ملك مثلك، لأنهم كانوا إذا رأوهن يبالغون لهن في الدعاء المستجاب. فأريد يا مولاي أن أذهب بهن إلى رجال الغيب لتحصيل نفحاتهم لهن، وربما لا يرجعن إليك إلا ومعهن كنز من كنوز الأرض، حتى إنك بعد تمام صومك تشتغل بكسوتهن وتستعين بالمال الذي يأتينك به على أغراضك. لولا أني أخشى مخالفتي لك ما رضيت بالكنز ولا غيره، ولكن متى تخرجين بهن؟ في الليلة السابعة والعشرين، وأرجع بهن إليك في رأس الشهر، وتكون أنت قد أوفيت الصوم وحصل استبراؤهن وصرن لك وتحت أمرك. والله إن كل جارية منهن ثمنها أعظم من كنوز الدنيا. وأنا أعرف ذلك أيتها السيدة الصالحة. ولا بد يا مولاي أن ترسل معهن من يعز عليك من قصرك حتى يجد الأنس ويلتمس البركة من رجال الغيب. عندي جارية رومية اسمها صفية، ورزقت منها بولدين أنثى وذكر، ولكنهما فقدا منذ سنتين، فخذيها معهن لأجل أن تحصل لها البركة، لعل رجال الغيب يدعون الله لها بأن يرد عليها ولديها ويجمع شملنا بهما. نعم ما قلت،
يا ولدي، إني متوجهة إلى رجال الغيب، فأحضر لي صفية. فدعا بها فحضرت في ساعتها، فسلمها إلى العجوز فخلطتها بالجواري، ثم دخلت العجوز مخدعها وخرجت للسلطان بكأس مختوم وناولته له وقالت: إذا كان يوم الثلاثين فادخل الحمام ثم اخرج منه وادخل خلوة من الخلاوي التي في قصرك واشرب هذا الكأس ونم، فقد نلت يا مولاي ما تطلب، والسلام مني عليك، أستودعك الله. متى أراك أيتها السيدة الصالحة؟ فإني أود أن لا أفارقك. وقعد الملك بعدها ثلاثة أيام، ثم هل الشهر، فقام الملك ودخل الحمام وخرج من الحمام إلى الخلوة التي في القصر، وأمر أن لا يدخل عليه أحد، ورد الباب عليه، ثم شرب الكأس ونام، ونحن قاعدون في انتظاره إلى آخر النهار، فلم يخرج من الخلوة، فقلنا لعله تعبان من الحمام ومن سهر الليل وصيام النهار، فانتظرناه ثاني يوم فلم يخرج، فأعلنا برفع الصوت عله ينتبه ويسأل عن الخبر، فلم يحصل منه جواب، فخلصنا الباب ودخلنا عليه فوجدناه يا مولاي قد تمزق لحمه وتفتت عظمه. أبتي. فلما رأيناه على هذه الحال عظم علينا ذلك، وأخذنا الكأس فوجدنا في غطائه قطعة ورق مكتوبا فيها: من أساء لا يستوحش منه، وهذا جزاء من يتحيل على بنات الملوك ويفسدهن، والذي نعلم به كل من وقف على هذه الورقة أن شركان لما جاء بلادنا أفسد علينا الملكة إبريزة، وما كفاه ذلك حتى أخذها من عندنا وجاء بها إليكم، ثم أرسلها مع عبد الأسود فقتلها، ووجدناها مقتولة في الخلاء مطروحة على الأرض، فهذا ما هو فعل الملوك، وما جزاء من يفعل هذا الفعل إلا محنه، وأنتم لا تتهموا أحدا بقتله، ما قتله إلا أنا ذات الدواهي، وها أنا أخذت زوجة الملك صفية ومضيت بها إلى والدها أفريدون ملك القسطنطينية، ولا بد نغزوكم ونقتلكم ونأخذ منكم الديار، ولا يبقى منكم ديار ولا من ينفخ النار إلا من يعبد الصليب والزنار. فلما قرأنا هذه الورقة علمنا أن العجوز قد خدعتنا وتمت حيلتها علينا يا مولاي. لك الله يا والدي المنعم، لك الله. أيها الملك، إن البكاء لا يفيد شيئا ولا يفيدك
إلا أنك تشد قوتك وتقوي عزمك وتؤيد مملكتك، ومن خلف مثلك ما مات. ما علينا، أريد أن تخبرني أيها الوزير بخزائن أبي. هذا مرسوم يا ولدي، أحصينا فيه كل الدخائر والجواهر والأموال. بورك فيك أيها الوزير، أنت في مكانك كما كنت عند أبي يا دندان. أطال الله عمرك يا مولاي. يا حاجب، مولاي، أعرض علي الذي معك من خراج دمشق حالا. أسمع وطاع يا مولاي. بلغني أيها الملك السعيد أن ضوء المكان أمر الحاجب أن يعرض عليه ما أتى به من خراج دمشق، فعرض عليه صناديق المال والتحف والجواهر، فأخذها وفرقها على العساكر ولم يبق منها شيء، فقبل الأمراء الأرض بين يديه ودعوا له بطول البقاء. ثم إنهم مضوا إلى خيامهم، فلما أصبحوا أمرهم بالسفر، فسافروا 3 أيام، وفي اليوم الرابع أشرفوا على بغداد. مرحبا بكم. فدخلوا المدينة فوجدوها قد تزينت، وطلع السلطان ضوء المكان قصر أبيه وجلس على السرير، ووقف أمراء العسكر والوزير دندان وحاجب دمشق بين يديه. فعند ذلك أمر كاتب السر أن يكتب كتابا إلى أخيه شركان ويذكر فيه ما جرى من الأول إلى الآخر، وأنه وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. يتبع. إلى اللقاء مع الحلقة 46.